بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، نستكمل مع بعض الصياغ المتعلقة بفعل ألي. إذن سنرى في هذه الفقرة فاتون تكتب بهذه الطريقة كما نرى. عندنا فا بدون أس، ثم أن تخي دينيو، ثم تا أبوستروف، ثم أن. هاد الصيغة فاتون سي لو فيرب سون ألي. إذن عندما تكون عندنا فاتون سي لو فيرب سون ألي على دوزيام بيرسون دي سينغولي دو لامبيراتيف بريزون، مع الضمير الثاني في المفرد دو لامبيراتيف بريزون للأمر. عادة في الأفعال في اللغة الفرنسية نتحدث عن دي فيرب برونومينو، كما نقول أفعال ضميرية. مثلا نتحدث عن لو فيرب كونيكتي، ثم لو فيرب برونومينال الخاص بهذا الفعل هو لو فيرب سو كونيكتي. كونيكتي يعني أنك تربط شيئا مثلا بالشبكة، سو كونيكتي تربط نفسك بشيء، مثلا انك تربط نفسك بالشبكه. مثلا ابلي انك تنادي، سابلي كما نقول انك تنادى، المقصود انك تسمى. مثلا لو فيرب متر يعني انك تضع شيئا، سو متر يعني انك تضع نفسك، تضع نفسك مثلا في موقف يكون معنى مجازي هنا. ثم اغيطي يعني انك توقف شيئا، توقف شخصا مثلا. لكن لو فيرب ساغيطي يعني انك توقف نفسك، المقصود انك تتوقف. ثم نتحدث عن رونكونتري، رونكونتري يعني انك تلاقي او تواجه، سو رونكونتري يعني انك تلتقي. كما تلاحظوا بان هناك افعال تكون بدون هذا السو، ثم مقابلها افعال تتضمن هذا السو، وراينا الفرق في المعنى ديالها. عندما نتحدث مثلا عن لو فيرب كونيكتي، اذا طبعا نتحدث عن فاعل ومفعول به ان صح التعبير. نتكلم عن شخص انه يربط شيئا مثلا بالشبكة، مثلا ابلي انك تنادي، المقصود انك تنادي شخصا، تنادي شيئا الى غير ذلك. اذا نتحدث عن الفاعل والمفعول به ان صح التعبير. لكن عندما نتحدث عن لو فيرب سابلي او لو فيرب سو كونيكتي او لو فيرب سو ميتر او لو فيرب ساغيطي او لو فيرب سو رونكونتري او مثلا لو فيرب سابروفوندير مثلا الى غير ذلك، إذا نتحدث عن الفعل الصادر من المجموعة أو من الشخص وإلى هذا الشخص أو إلى هذه المجموعة، يعني أنه يعود لهذا الشخص أو لهذه المجموعة كوحدة مثلا. بالنسبة للو فيرب آلي، طبعا نتحدث عن لو فيرب آلي يعني هو فعل ذهب، لكن لو فيرب برونومينال الخاص بهذا الفعل هو سونالي. عندما نتحدث عن لو فيرب سونالي فماذا سيكون المعنى الخاص بهذا الفعل؟ هل مقصود بأن الإنسان يذهب نفسه؟ عندما نتحدث مثلا عن لو فيرب سو كونيكتي، الإنسان يربط نفسه مثلا بشبكة مثلا. عندما نتحدث عن ساغيطي، الإنسان يوقف نفسه، المقصود أنه يتوقف. إذن في حالة لو فيرب سونالي ماذا سيكون المعنى؟ طبعا المعنى في هذه الحالة هو أن الإنسان يذهب بعيدا أو يذهب إلى مكان آخر، هذا هو المعنى الخاص بهذا الفعل اللي هو سان فيرب برونومينال. إذن لو فيرب برونومينال تريز ريغولي سون علي، إذا نتحدث عن الفعل كما نقول ضميري تريز ريغولي، كما نقول أنه جد غير منتظم. إذا عندما نتحدث عن لو فيرب برونومينال سون علي فنحن نتحدث عن أن فيرب تريز ريغولي. طبعا نتحدث عن الأفعال المنتظمة في اللغة الفرنسية التي تخضع لقواعد معروفة، ثم هناك أفعال تخرج عن القواعد. إذا نقول عنها بأنها سون دي فيرب irrégulier، يعني ان افعال غير منتظمه. بالنسبه لفعل سونالي c'est un verbe très irrégulier، c'est un verbe très irrégulier يعني انه فعل جد غير منتظم. دي ترويزيام جروب، طبعا هو ينتمي للمجموعه الثالثه رغم انه ينتهي ب او ار. طبعا هذا هو الاستثناء، عاده الافعال التي تنتهي ب او ار على ف طبعا انها تنتمي للمجموعه الاولى بروميير جروب، الا هذا الفعل هذا هو الاستثناء. لماذا؟ لأنه يتلون في الصرف. إذن لو فيرب برونومينال تريز ريغولي سونالي دي تخوازيام جروب، يعني أنه ينتمي للمجموعة الثالثة، سو كونجوغ افيك لوكسيليار إتر، طبعا كبقية الأفعال اللي تنسميوها دي فيرب برونومينو، تماما كما هو حال بقية الأفعال التي نسميها دي فيرب برونومينو. كل أفعال التي تكون بهذا السو طبعا أنها تصرف افيك لوكسيليار إتر مع المساعد إتر أو طون كومبوزي. Autant composé في الأزمنة المركبة، حل passé composé، حل plus que parfait، le futur antérieur إلى غير ذلك.
الآن نعود إلى لو فيرب سونالي. كما قلنا بأن لو فيرب سونالي يأخذ عدة معاني عندما يكون بهذا الشكل. لو فيرب آلي عندما يكون في هذه الصيغة سونالي طبعا هو يأخذ عدة معاني. ممكن أنه يعني بارتير يعني انطلق أو رحل أو ذهب، ممكن أنه يعني كيتي أليو يعني أنك تترك مكانا، ممكن أنه يعني ديسباريتر يعني اختفى. طبعا لو فيرب سونالي ممكن أنه يأتي في إحدى هذه المعاني. إذن كما قلنا بأن لو فيرب سونالي ممكن أنه يعني بارتير يعني أنه ينطلق أو يذهب أو يرحل. إذن نتكلم عن سيلواني بوغ الي دون ان اوتر ليو، يعني أنه يبتعد للذهاب إلى مكان آخر. نقول مثلا بيير سون فا لا سومين بروشان، بيير سون فا لا سومين بروشان، بيير سيذهب الأسبوع القادم. إذن نقول أيضا إيل سون فون أون بروموناد، هم ذهبوا إلى مكان آخر في نزهة. إيل سون فون يعني أنهم ذهبوا بعيدا أو ذهبوا في مكان آخر. إيل سون فون يعني أنهم ذهبوا بعيدا أو ذهبوا إلى مكان آخر. أون بروموناد في نزهة. ثم نتحدث أيضا عن معنى أبخوشي دو لامور. عندما نتحدث عن سونالي ممكن أنه يعني اقترب من الموت، المقصود أنه قريب الرحيل. أبخوشي دو لامور أو بيان مغير، أبخوشي دو لامور أو بيان مغير، يعني اقترب من الموت أو أنه مات. نقول مثلا لو مالاد سون إيطالي، لو مالاد سون إيطالي، يعني أن المريض كما نقول ذهب بعيدا، المقصود أنه مات. إذا لو فيرب سونالي ممكن أنه يعني توفي، توفي. أيضا أون بارلون دو كيلكو شوز، إذا نستعمل هاد سونالي أون بارلون دو كيلكو شوز، متكلمين عن شيء، عندما نريد الكلام عن شيء، ويعني في هذا المعنى ديسباغيتر اختفى أو بيان بارتيغ أو ذهب أو رحل. نقول مثلا 16 نو سون فا با، 16 نو سون فا با، هذه البقعة، نتكلم عن البقعة التي تقع أحيانا على بعض الملابس، نريد أن نغسلها مثلا بماء جافيل أو غير ذلك من أجل حذفها. إذا 16 هذه البقعة نو سون فا با، يعني أنها لن تذهب بعيدا، المقصود أنها لن تختفي. إذا المقصود بسونالي هنا، سونالي هنا يعني ديسباريتر. إذا عندما نقول نو سون فا با، المقصود أنها نو ديسباري با، يعني أنها لا تختفي. ثم نقول مثلا لي زاني سون فون، يعني أن السنوات تذهب بعيدا وترحل. لي زاني سون فون، السنوات تذهب بعيدا، المقصود أنها ترحل. ثم لو فيرب سونالي انديك لانتونسيون داكومبلير بروشينمون لاكسيون، جو مون في لو جوي ان تور دو ما فاسون. إذن لو فيرب سونالي بو انديكي لانتونسيون داكومبلير بروشينمون لاكسيون، إذن لو فيرب سونالي انديك لانتونسيون داكومبلير بروشينمون لاكسيون، يعني أنه يدل على النية لإنجاز أو لإكمال بروشينمون مستقبلا لاكسيون الفعل. أنا أريد أن أقوم بفعل وأعلن عن نيتي بذلك مستقبلا. أستعمل هنا لو فيرب سونالي للدلالة على هذا المعنى. إذا لو فيرب سونالي أنديك، يعني أن هذا الفعل بهذا الشكل يدل لانتونسيون، يدل على النية داكومبلير لإنجاز، داكومبلير لإنجاز أو لإكمال بروشانمون مستقبلا لاكسيون الفعل. مثلا جو مون في لو جوي ان تور دو ما فاسون، أنا سألعب له ان تور، ان تور مقصود به حيلة. طبعا كلمة تور ممكن أن تعني عدة معاني، ممكن أن تأتي مؤنثة نقول لا تور والمقصود به برج، نقول لا تور حسان يعني برج حسان أو صومعة حسان، وممكن أنه يأتي مذكرا كما عندنا هنا ويعني عدة معاني، مثلا الحيلة أو جولة أو نزهة. تور ممكن أن تعني أيضا معاني أخرى، توغاتور بالتناوب، أو مثلا نقول مي سي تا طون تور دو توكاشي، مي سي تا طون تور دو توكاشي، مي سي تا طون تور دو توكاشي. مثلا الأطفال الصغار عندما يكونون في اللعب يقول أحدهم للآخر لقد جاء دورك لتختبئ. إذا نقول مي سي تا طون تور دو توكاشي، ولكن دورك لتختبئ إلى غير ذلك. إذا جو مون في لو جوي أن تور، يعني أنا سألعب له حيلة بما فصن بطريقتي،
إذن أنا هنا أعلن عن القيام بحيلة لشخص ما بطريقتي ولكن مستقبلا أعبر عنها جو مون في. إذن أستعمل هنا الفيرب سونالي جو مون في لو جوي أن تور دو ما فاسون. إذن عندنا لو فيرب سونالي. إذن عندما نتكلم عن فاطون فنحن نتكلم عن لو فيرب سونالي. في صيغة فاطون لو تي كولون تروف دوفون أون ني با أن تي أوفونيك كوم دون أو فاتيل. إذن هذا الطي التي نراها في وسط العبارة والتي تأتي أمام أون كما نلاحظ لو تي كولون تروف دوفون أون، إذن هذه الطي التي تتموقع أمام أون أمام حرف أون ني با أن تي أوفونيك، المقصود أنها ليست حرفا زائدة. عندما نتكلم عن الطي أوفونيك المقصود نتحدث عن طي ترخيمية، وعندما نتحدث عن الترخيم كما رأينا في المسابق يعني نحن نتكلم عن حرف نضيفه من عندنا لكي يستقيم الكلام ويكون وقعه على الأذن جيدا. إذن هذا الطي تكون إضافية في حالة طي أوفونيك، لكن هنا عندنا هذا الطي نيبا أن طي أوفونيك، هذه ليست طي أوفونيك، ليست مضافة من عندنا بل هي من أصل العبارة. إذن هي ليست الطي إضافية كوم مثل دون أوفاتيل كما في عبارة أوفاتيل. طبعا عندما نقول أوفاتيل الأصل أن نقول مثلا في العبارة الإخبارية أن نقول إلفا إلفا أليكول، هو ذهب إلى المدرسة. إذن كما نلاحظ بأن هذه العبارة لا تتضمن هذا الطي، إذن نقول إلفا، إذن الطي غير موجودة هنا. ولكن في السؤال طبعا نقلب لو سوجي مع لو فيرب، نقلب الفاعل مع الفعل. في السؤال الأصل أن نقول هنا أوفائيل أوفائيل، طبعا مع النطق تأتي شيئا ما ثقيلة، إذن طبعا نضيف هذا الطي من عندنا تسمى الطي أوفونيك. إذن في حالة فاطون هذا الطي ليست مضافة بل هي أصلية. كيف ذلك؟ C'est l'illusion du pronom réfléchisseur devant la préposition en. C'est l'illusion. طبعا l'illusion مقصود به هو حذف حرف في آخر الكلمة. C'est l'illusion du pronom réfléchi. إذا نتكلم هنا عن حذف حرف لآخر كلمة ت، وبالتالي حذفنا هاد أ للضرورة لأن أن مبدوء بإنفويال ثم ت تنتهي بإنفويال. لا يمكن أن نقول مثلا فاتو أن حتى يستقيم الكلام ويكون أحسن، نقول فاتون. طبعا نحذف أ الخاصة بالت ثم نضع أبوستروف نضع فاصلة في الأعلى. إذن سي ليليزيون دي برونو ريفليشي تو دوفون لا بريبوزيسيون أن. إذن هذا الطي هي أصلية. لكي نرى هذا طبعا نعود إلى صرف فعل سونالي. إذن لو فيرب سونالي طبعا في البخيزو نقول جو مون في جو مون في تي تون فا، أنت تذهب بعيدا أو تذهب إلى مكان آخر. إل سون فا هو يذهب إلى مكان آخر أو يذهب بعيدا. نون نو زون نالو نحن نذهب بعيدا أو نذهب إلى مكان آخر. فو فو زون نالي أنتم تذهبون بعيدا أو تذهبون إلى مكان آخر. إل سون فون إل سون فون هم يذهبون إلى مكان آخر أو يذهبون بعيدا. إذن كما نلاحظ بأن في حالة تي تون فا أن هذا الطي موجودة، هذا الطي موجودة في البريزون. ثم نأتي إلى لامبيراتيف، لامبيراتيف بريزون نقول فاتون. إذن هذا الطي موجودة أصلا في صرف فعل سونالي لامبيراتيف. ثم ألو نوزون، إذن طبعا هذا الطي مع نو عوضت بنو. طبعا كما نلاحظ بأن في الأمر تختفي الضمائر، أقول فا يعني اذهب، لا أقول تي فا تي فا هذا لو بريزون. طبعا أقول فا بدون ذكر الضمير. ثم نقول ألون يعني فلنذهب أو ألي فلتذهبوا. طبعا هنا نتحدث عن أن فيغ برونومينال يعني عنده هاد السه، هاد السه أيضا تصرف، تصرف مع تي تعطي هاد الط، ثم مع نو تعطي هاد نو، ثم مع فو تعطي هاد فو. إذا هاد نو وهاد فو وهاد الط هي في الأصل هي السه، نتكلم عن سه أونالي سونالي وليست الضمائر المعروفة، يجب أن ننتبه لهذا. إذن تي تون فا تي تون فا أنت تذهب إلى مكان بعيد أو أنت تذهبين إلى مكان بعيد أو إلى مكان آخر. ثم في الأمر نقول فاتون فاتون، هذه تماما مثل لو فيرب سوميلي. لو فيرب سوميلي صيغة لو فيرب سوميلي أنها تشبه صيغة لو فيرب سونالي. طبعا نتكلم عن لو فيرب مالي
يعني أنك تمزج شيئا. نتكلم عن لو فيرب مالي يعني أنك تمزج شيئا، لو فيرب مالي. طبعا نتكلم أيضا عن لو فيرب سو مالي، إذا نتكلم عن أن فيرب برونومينال يعني اختلط. لاحظ معي الفرق في المعنى، سو مالي يعني اختلط. نقول مثلا ليزو دي دو ريفيير سو مال او كونفليون، ليزو دي دو ريفيير سو مال او كونفليون، يعني أن مياه النهرين تختلط عند الملتقى. ملتقى النهرين في مكان ما يسمى كونفليون. ليزو دي دو ريفيير، إذا نتكلم عن مياه النهرين، كل نهر له مياهه، لكن عند الملتقى أن مياه كل نهر تختلط بالأخرى. نتكلم عن المياه هنا أنها تختلط ببعضها، كأنها هي تخلط نفسها. إذا نتكلم عن لو فيرب سومالي، ليزو دي دو ريفيير سومال أو كونفليون. إذا نتكلم هنا عن اختلط كما نقول. ثم نتكلم عن لو فيرب سومالي، كما نقول أنك تدخل نفسك في شأن دون أن يطلب منك ذلك. المقصود أنك تقحم نفسك في أمر دون أن يطلب منك ذلك، كما نقول أنك تتورط في أمر ما. إذا نقول مثلا كون لورغاي سومال لو كونفلي دوفيان بلو دور، كون لورغاي سومال لو كونفلي دوفيان بلو دور. إذا لورغاي المقصود به هو الكبر أو التكبر أو العجرفة، والمقصود به أيضا الفخر عندما يفتخر شخص ما بقوميته، عندما يفتخر شخص ما بلغته أو بجنسه إلى غير ذلك، فهذا نوع من التكبر على الآخرين كما نقول. كون لورغاي سومال، عندما الفخر يتدخل هنا، إذا نتكلم عن لو فيرب سوميلي، عندما الفخر يتدخل لو كونفلي، نتكلم عن النزاع أو الصراع يسمى كونفلي، دوفيان بلو دور، يصبح أكثر صلابة، المقصود أنه يصبح أكثر تعقيدا. إذا هاد النزاع أو هاد الصراع يصبح أكثر تعقيدا، يعني أنه يزداد صعوبة. عندما نجد بلدا ما، كل مجموعة، كل قبيلة، كل مدينة، كل منطقة أن تفتخر على الآخرين طبعا بأشياء مضت، إذا هنا يكثر النزاع ويكثر الحقد بين هذه المجموعات، الأزمة والمواجهة والنزاع يزداد. كون لو غاي سومال، عندما يتدخل الفخر طبعا في هذه المشاكل، لو كونفلي دوفيا بلو دور، إذا النزاع يصبح أكثر تعقيدا. هنا عندنا بلو دور أكثر صلابة كما نقول. Il faut entrer d'union pour les autres personnes de l'impératif. يجب أن يكون هناك خط ربط pour les autres personnes de l'impératif. للضمائر الأخرى الخاصة بالأمر. إذا نقول allons-nous-en, allez-vous-en كما رأينا. إذا نقول allons-nous-en, allez-vous-en كما رأينا. ثم عدنا عبارة فا. رأينا فيما سبق بأن فا allons, allez مقصود بعادة اذهب فلنذهب فلتذهبوا، وقلت بأن ممكن أن يكون لها معنى آخر منها هذا الذي سنراه هنا. مثلا فا est une interjection qui se place souvent en fin de phrase. إذا ممكن أن هذا فا تصبح interjection. طبعا interjection نتكلم عن كلمة تستعمل للتعبير عن الإحساس، عن الانفعال أو عن الأمر. نتكلم عن كلمة تعبر عن إحساس، تعبر عن انفعال، وتعبر عن أمر ما. إذن هذه تسمى interjection. Va est une interjection qui se place souvent en fin de phrase. إذن هي كلمة بهذا الشكل كما ذكرنا، qui se place، التي توضع souvent في الغالب en fin de phrase، في آخر الجملة. Elle est utilisée entre autres. هي تستعمل entre autres بين أخرى، المقصود بين كلمات أخرى، pour encourager من أجل التشجيع. نقول مثلا ne t'inquiète pas tu gagneras va، ne t'inquiète pas tu gagneras va، لا تقلق أنت ستربح va، إذن اذهب كما نقول. ولكن المقصود به هنا اذهب، ليس المقصود به الذهاب، ولكن هو فقط تشجيع. إذن va هنا تأتي في حد الجو من الحماس أو من الانفعال. إذن يقول الشخص للتعبير عن تشجيعه يقول فا. إذن استعملنا هنا
l'impératif du verbe aller employé comme interjection. إذا نتحدث هنا عن l'impératif du verbe aller, نتحدث عن أمر فعل aller employé مستعملا comme interjection. كالصيغة التي ذكرنا نتكلم عن الكلمة التي تستعمل للتعبير عن إحساس أو انفعال أو أمر، تجمع بين كل هذه الأمور. نفس الشيء أيضا مع les impératifs allons et allez. إذن les impératifs allons et allez peuvent aussi être utilisés comme interjection. يمكن أيضا أن تستعمل comme interjection تماما مثل كلمة va. نقول مثلا allez les bleus, allez les bleus. نشجع فريق الزرق. نشجع فريق الزرق. نشجع فريق يلبس الأزرق. عندما تكون في الملعب وتشجع فريق ما، إذا تقول لهم مثلا allez les bleus, allez les bleus. إذا نتكلم عن allez. هذا allez هنا ليس المقصود بإذهبوا، ولكن المقصود به هنا التشجيع. إذا نتكلم هنا على une interjection. L'erreur à ne pas faire. إذا نتكلم عن خطأ يجب تجنبه. à ne pas faire ليس للعمل كما نقول، ليس للفعل، المقصود لا تفعله. à ne pas faire بأن لا تفعله، المقصود نتكلم عن خطأ للتجنب هنا لعدم الفعل كما نقول، المقصود عليك أن لا تفعله. attention à ne pas écrire vas-y sans trait d'union. يجب أن ننتبه لعدم كتابة vas-y بدون خط ربط. إذن علينا أن نضع خط ربط بين هذه الكلمتين. إذن attention à ne pas écrire vas-y. انتباه لعدم كتابة vas-y sans trait d'union بدون خط ربط. نوتي أوسي كما نقول سجلوا أيضا. نوتي أوسي كما نقول سجلوا أيضا، المقصود تذكروا أيضا. au passage l'orthographe particulière de va-t-on. إذن نوتي أوسي au passage l'orthographe particulière de va-t-on. كما نقول تذكروا أيضا في عبارة أو في مقتطف، نتكلم عن مقتطف ما من نص ما. l'orthographe particulière de va-t-on. يجب أن نتذكر أيضا الإملاء. طبعا نتكلم عن طريقة كتابة particulière الخاص. إذا نتكلم عن الإملاء الخاص de va-t-on في مقتطف ما، يجب أن نتذكر أيضا l'orthographe particulière de va-t-on. يجب أن نتذكر الإملاء أو طريقة الكتابة الخاصة particulière يعني الخاصة de va-t-on لعبارة va-t-on. يجب أن نتذكر هاد العبارة كيف تكتب. va-t-on يعني فلتذهب بعيدا أو فلتذهب إلى مكان آخر. avec un trait d'union une apostrophe يعني أن هذه العبارة يجب أن نتذكر بالخصوص. le trait d'union يعني نتكلم عن خط الربط الذي يربط بينها. ثم une apostrophe ثم نتحدث عن الفاصلة الموجودة بين الط و أون. إذن هذا فيما يخص بعض الصياغ المتعلقة بفعل allez والتي ربما تشكل بعض الصعوبة. إذن هذا فيما يخص الفقرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.